هنروح الأول لفقرة رد الجميل، نشوف معانا مين ونرجع لحضرتك. بدني في البول يعني بديت تقريبا صغير قوي، لعبت في انت وفي مع كابتن لطيف، ونقلنا من توفية للنادي الاهلي المجموعه كلها، وكابتن لطيف هو المدرب بتاعنا سنه 69 اعتزلت البولي، وابتديت اتدرب من سنة سبعين سافرت ألمانيا تحت الأول، التاني بتاعي كان معيد في كلية الإسكندرية، فأنا سافرت في بولي أنا وثلاثة زمايلي، سافرنا لايبزيج خدنا دراسة في لايبزيج كنا أربعة مع بعض، ورجعنا من لايبزيج مسكنا الأهلي، دربت في النادي درجة أولى، دربت فرد درجة 23 سنة فرد درجة أولى على طول، 23 سنة سنة واحدة طلعتهم كلهم من درجة أولى، عملوا ممتاز به، فطلعهم كلهم ممتاز به، مسكتها سنة واحدة ولو تاني كسبت ممتاز به فارت الزمالك كفر كفر فرقتين تانيين غير الزمالك وكسبت طلعت الاول. كابتن صالح سليم كان راجل بيحب النادي الاهلي قوي قوي، يبقى بره النادي بيشتم اللي جوه النادي بيخاف. اول حاجه تعلمتها في النادي ان التدريب ما فيهوش يا مرحمين، التدريب بتشيل واحد على كتفك فما ينفعش، فلازم تفير في كل حاجه، جت جلطه في المخ اثرت على بوقي وعلى دراعي وعلى رجلي اليمين، قعدت في المستشفى سنه ونص، رحت دار فؤاد قال لي احسن علاج ليك مسافة عسكري تتعالج 100 100، فحتى في المستشفى العسكري اللي في الدوقي سبعة أشهر مشيت وكلمت كويس ودراعي بقى كويس، نقلوني أولادي المندجع، مندجع ده في طريق الإسكندرية عشان أنا بقريب منهم يعني، أولادي اللعيبة نور عطية ده كان جاري أكتر من مرة، ده ابني يعني أنا بحبه أوي، نور إيهاب بخر الدين إيهاب الراجل اللعيب بولي كويس أوي، كان مدرب في النادي الزور، وجيه حمدي دول أكتر اللي زاروني يعني. اللي جالي من مجلس الإدارة أول ما رحت المستشفى في أقوال المزارع عماد وحيد قعد معايا فترة كبيرة، وغالب مراته كل مني من أميرة كلمت تليفوني هنا أنا أعرفهم كويس، قعدت 3 بنات كلهم على النون نرمين ونون يعني نرمين خرجت ساعة بلد مع مرتبة الشرف الأولى، واخدة
دياز 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 دياز. عندنا ثلاث أولاد، عندنا حبيبة وحسين وإسماعيل، كلهم من ثلاثة في المدرسة أما كان.